اهلا بحضراتكم من جديد. جهود كبيره بتقوم بيها وزاره الاثار مش بس في مجال اكتشاف الاثار وترميمها، لا ده كمان في النجاحات اللي حققتها في ملف استرجاع الاثار المصريه المهربه للخارج، وده واحد من اهم الادوار اللي بتقوم بيها الوزاره، وحققت نجاحات ملموسه في ده، ونجحت كمان في انها ترجع اكتر من 29300 قطعه اثريه من سنه 2011 لحد دلوقتي. هنتعرف أكتر على موضوع استرجاع الآثار المصرية المهربة من الخارج من ضيفنا اللي منورنا أستاذ شعبان عبد الجواد، مدير الإدارة العامة لاسترجاع الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية في وزارة السياحة والآثار. منور الدنيا يا أستاذ. ده نور حضرتك يا فندم. شكر جدا. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ هادي. ملف استرجاع الآثار المصرية ده ملف هام، والناس كلها بقت بتتحدث عنه دلوقتي، لأنه بقينا كل يومين ثلاثة نشوف مؤتمر صحفي بيتحدث عن هذا الشأن، والقطعة الأثرية دي كانت موجودة فين وإزاي تم استرجاعها. فعايزين ناخد الناس في الخطوات من البداية، لما احنا بيتم التفاوض إزاي مسألة التفاوض دي بتتم، إزاي أنا بعرف أصلا هل القطعة الأثرية دي مسجلة، فده بيسهل عليا مسألة التفاوض. تحكي لنا كده تفاصيل الحكاية. في البداية طبعا أنا بشكر حضراتكم وسعيد أن أنا يعني وبتشرف أن أنا موجود في قناة مدرستنا، اللي هي بتوصل رسالة مهمة لأولادنا والأجيال الجديدة عن الانتماء وعن حب الوطن وعن الدفاع عن الحقوق، ودول ثلاث حاجات مهمة جدا. قبل ما أبدأ مع حضرتك هقول لحضرتك على حاجة مهمة قوي. الدستور المصري اللي استفتى عليه الشعب المصري في 2014 كان من أهم بنوده، اتكلم عن ثلاث بنود يخصوا الآثار والآثار اللي موجودة في مصر. من أهم البنود دي أن تقوم أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الآثار وترميمها وصيانتها واسترداد ما تم تهريبه منها. فده جزء أساسي من دستور المصر، مبادئ الدستور اللي هي قائم عليها القانون المصري. مصر من أوائل الدول اللي عملت قوانين لحماية الآثار. عندنا أول قانون كان سنة 1912، كان في مراسيم ايام محمد علي 1835، ثم في 78، وثم 1878 و1898، ثم القانون الرسمي بمعنى كلمه قانون مش مرسوم كان 1912، وهو ما يعرف بقانون القسمه، اللي كان البعثات الاجنبيه اللي بتعمل في مصر تقتسم الاثار ما بينها وبين الحكومه المصريه. لغايه 1912 ده قانون الاول، قانون لحمايه الاثار وتنظيم العمل في الآثار كان 1912. ثم تم تعديل هذا القانون بقانون آخر اللي هو في سنة 1951 اللي سمح بتجارة الآثار، ولكن كان هناك وجود شهادات تصدير تصدر من الحكومة المصرية تصاحب القطع الأثرية في لما في عملية تجارة الآثار. الكثير من كانت الناس كانت اللي هي الآثار شعبان اللي هي المكرره، صح؟ المكرره. كتير من الناس ما يعرفوش ان الاثار كانت بتباع وتشترى، عشان كده الناس بتفاجئ قوي لما تلاقي متاحف بره فيها اثار، لان انا كان عندي قانون بيسمح بان البعثات الاجنبيه بتقتسم 50% من الاثار اللي يتم اكتشافها، وقانون كمان كان بيسمح بتجاره الاثار لحد سنه 1983. 1983 صدر قانون 117 لسنه 83 لحمايه الاثار، وده اللي منع تجاره الاثار، منع اهداء الاثار، ان كان في بعض حكام مصر كانوا بيهدوا اثار. يعني مثلا هقول لسيادتك على حاجه، محمد علي اهدى مثلا مجموعه كبيره من القطع الاثريه، بعد كده جمال عبد الناصر اهدى مجموعه من المقاصير الصغيره في عمليه انقاذ اثار النوبه، لان اليونسكو والدول اللي ساعدتنا فيها، فتوقف عمليات اهداء اللي بيقوم بها حكام مصر في سنه 1983. أصبح أن الآثار تخرج من مصر في حالة واحدة بس، في حالة المعارض الأثرية المؤقتة، واللي دي بتقوم بها وزارة السياحة والآثار من أجل الترويج للآثار. معرض مؤقت لمدة مؤقتة لا تزيد عن 5 سنوات أو مثلا ممكن 10 سنوات بالكثير، وده بيلف العالم كله كسفير لمصر، يجيب عائد لمصر ولكن يرجع تاني، لكن ما فيش حاجة تسمح بخروج الآثار بعد 83 إلا في إطار المعارض الأثرية المؤقتة. طيب الدولة انتبهت، طب الحاجات اللي كانت بتخرج في ظل القوانين دي احنا بنتعامل عليها، لكن بنتعامل اكتر على اللي بيتم تهريبه من مصر في فترات طويله. يعني هقول لسيادتك، هو انك اللي مهرب او اللي موجود بره اكتر من اللي احنا استردناه يا استاذ شعبان. ده سؤال دايما انا بتساله، بس هو الفكره، فكره المهرب ده انا اعرفه منين غير لما يظهر في السوق؟ لكن انا دايما بقيس باللي انا قدرت ان انا ارجعه. ده يظهر في السوق، انا اسف، يظهر في السوق اللي هو مزادات ولا متاحف ولا لا؟ بيظهر في حاجات كتيره جدا. اول حاجه بيظهر في المزادات،
الناس هتقتني الاثار منين غير من المزادات او مواقع البيع المباشره على الانترنت. لان هم طبعا بيحاولوا يعرضوا ده عشان يجيبوا اكبر عائد ممكن من الـ من الـ من المال، يعني اللي هم قاموا بتهريب القطع الاثريه دي. والحمد لله احنا نجحنا في ده، في استرداد حاجات كتير سواء كان من صالات مزادات او مواقع البيع على الانترنت او حتى حديثا اللي هي مواقع السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او تويتر او غيره. كل ده قدرنا نرجع منه اثار، وكمان اللي بيتم ضبطه في المطارات والمواني العالميه اثناء تهريبه. يعني انا ممكن ابقى اللي هم بره دول يبقوا معاهم اثار ويبقوا مخبينها لغايه لما يبقى في مزاد معين او طبعًا. متحف معين. طب ايه اكبر مثل لدون الشعب؟ يعني مثلا هقول لسيادتك على حاجه، احنا مثلا في سنه 2015 رجعنا 8 قطع كانوا معروضين في صاله مزادات اسمها كريستيز. دي احنا عندنا في 3 صالات مزادات كبار جدا على مستوى العالم، دول ميزانياتهم ضخمه جدا اسمها صالات، موجودين في الولايات المتحده الامريكيه وفي لندن. صاله اسمها صاله كريستيز، وصاله اسمها سوسبيز، وصاله اسمها بونامز. دول 3 اكبر صالات في العالم. بيبيعوا مش بس اثار مصريه، بيبيعوا كل الاثار من كل دول العالم، كل الدول التراثيه. طيب لما بيتم اختيار حضراتكم او انتم بتكون عندكم المعلومه بوجود الاثار، عشان نرجع بس للسؤال الاولاني ونمشي الناس تفهم يعني ايه نلاقي اثار ويعني ايه بنسترد. طيب هقول لسيادتك على حاجه، احنا عندنا اداره العامه لاسترداد الاثار، هي اداره بالانجليزي كده تو مونيتور العالم كله. احنا بنتابع كل ما يتم عرضه في صالات المزادات او مواقع البيع المباشر على الانترنت، او ما يتم ضبطه في المواني العالميه او على مواقع السوشيال ميديا، حرصا مننا على عوده هذه الاثار. بعد المتابعه دي، بعد ما بنرصد القطع الاثريه، بنحاول كل قطعه بتعمل لها ملف وخرجت منين، وصف ليها، ممكن تكون خرجت حفر خلسه ولا لا، ممكن تكون معاها شهادات تصدير ولا لا. وبنتواصل كل ده من خلال الجهات المعنيه، يعني انا بشتغل من خلال مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام المصري. شهادات تصدير قبل القانون اللي حضرتك قبل القانون بتتكلم عليه. يعني انا مثلا لما اروح اجيب وفي الحاله دي بقدر استردها ولا لا؟ لا، ومعاها شهاده تصدير مش هقدر استردها. لكن انا بشتغل على دايما على ما تم خروجه بطريقه غير شرعيه. الشرعي انا ممكن اتفاوض عليه تفاوض دبلوماسي، ولكن اللي خرج بطريقه غير شرعيه ده اللي بنشتغل عليه عشان نرجعه. وده الحمد لله اللي قدرنا نسترد عدد كبير منه بالتعاون زي ما قلت لسيادتك، مع مكتب اداره التعاون الدولي في مكتب النائب العام، مع وزاره الخارجيه المصريه، ومع كافه الجهات المعنيه. فده بيتم كل قضيه ليها استراتيجي تمشي عليها. يعني ما عندناش مثلا، ما ينفعش اقول لحضرتك ان ده بنمشي معاه بالخطوات 1 2 3، لان كل قضيه زي بالظبط المحامي اللي بيشتغل في قضايا، كل قضيه ليها ملف، ليها ملف وليها الطريقه اللي تتعامل معاها. يعني في طريقه ينفع ان احنا نتفاوض، في طريقه ان احنا نطلع اثباتات وادله، في كذا طريقه نشتغل. تحديات الموضوع ده ايه، او اكثر القضايا صعوبه؟ يعني لو حضرتك تتذكر كده من القطع الاثريه اللي احنا بنتكلم عليها اكثرهم صعوبه في احنا عندنا مثلا كل قضيه، مش عايز اقول ان كلهم صعبين، بس فعلا هي ارداد الاثار عمليه صعبه جدا ومعقده. ليه؟ لان كل القطع طالما خرجت بره الحدود المصريه فهي ما بين انتمت الى دوله اخرى، قوانين اخرى دوليه، وناس شيء كمان معقد جدا طبعا، وناس دفعت فلوس كمان، خصوصا ان قوانين الدول دي بتحمي مواطنيها انه ما يخسرش. فيعني وكمان الدول كمان عندها تجاره الاثار هي تجاره شرعيه، انا عندي تجاره محرمه. وعلى هذا الاساس بيبدا دراسه الملف دراسه كويسه جدا، ونبدا نشتغل من خلاله ازاي نقدر نوصل لحل. العمليه الفنيه دي والقانونيه بتاخد وقت طويل، بس في نفس الوقت اثبات نجحنا فيها، ده اللي خلانا من خلال من 2014 لحد دلوقتي استردينا الرقم اللي حضرتك ذكرته، ما يقرب من 30,000 قطعه اثريه. وما بيعديش، لو الناس اللي متابعه الاخبار، ما بيعديش شهر غير لما بنعلن عن استرداد قطع اثريه. يعني يكفي اقول لسيادتك على حاجه، سياده النائب العام المصري السابق المستشار الجليل حماده الصاوي استلم اثار، وانا كنت في شرف ان انا اكون معاه في واحنا في فرنسا في 2021، استردينا 114 قطعه اثريه، وكنا في وفد جبناهم على الطياره معانا، وده العالم كله كان بيتابعه. في 22 استردينا قطعتين كانوا مسروقين منطقه اثار سقارة، والنائب العام برضو كان هو راح يستلمهم بنفسه. في بدايه هذا العام في يناير 2023 استردينا التابوت الضخم جدا اللي اسمه التابوت الاخضر، واتعمل بيه مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية المصرية بحضور السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية، ومعالي وزير السياحة والآثار السيد أحمد عيسى. فكرة إن احنا ده قد إيه الدولة مهتمة بالملف ده، وإن احنا نجاحاتنا مش متوقفة على
خبطات، هي نجاح قائم على استراتيجي ماشي، على استراتيجيه معينه الحمد لله بيؤدي الى نجاح وعلى النفس كمان الطويل. يعني طبعًا حضرتك كنت حتى واحنا بندردش مع بعض حضرتك قلت لي زي قطعه الاثار اللي استردت بتاعت راس رمسيس، راس رمسيس الثاني. يعني دي قصه من ضمن القصص اللي بتوري للناس فكره الاستمراريه والاستراتيجيه. يعني مش فكره ان انا رد فعل، انا لما توليت الملف كنت قلت ان احنا عايزين دايما نكون احنا الفعل مش الرد فعل. فالرد الفعل بتاعنا يعني القطعه دي هي قطعه مهمه جدا. عايزين نعرف الساده المشاهدين القطعه دي قطعه مهمه جدا لراس اشهر ملوك مصر واشهر ملوك العالم القديم اللي هو الملك رمسيس الثاني، حكم اكتر من 60 سنه طبعا. كانت موجوده في معبد في ابيدوس في سوهاج في صعيد مصر، تم قطعها من هذا المعبد في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات القرن الماضي. ثم اختفت خالص وظهرت في الاسواق في عام 2013 في احدى المدن الانجليزيه. تابعنا الملف وحاولنا نعمل ان احنا نستردها، يعني ما يقرب من 30 سنه تقريبا طبعا. لكن ما لم نكلل جهودنا بالنجاح، فضلنا مراقبين القطعه دي من بلد الى بلد من بلد الى بلد الى ان استقر بها المكان في سويسرا. وفي هذا العام الحمد لله بالتعاون مع ما بين السلطات المصريه ومع السلطات السويسريه قدرنا نسترد الرأس دي، وتم تسليمها للسفاره المصريه في بيرن في شهر يوليو الماضي. وجاري اجراءات شحنها وتغليفها وانها ترجع مصر تاني. طب يعني ايه استاذ شعبان مراقبينها؟ يعني انا راقب دي ازاي وهي مش معلنه هي؟ ما هي اولا دي فكره التراكنج دي دي فكره بتشتغل على قد ايه انت عندك خبرات فنيه في ان انت تقول مع كل الجهات المعنيه في العالم كله القطع ممكن تكون اتحركت منين لفين دلوقتي. يعني طلعت من بلد دي راحت للبلد دي، دي حاجات فنيه احنا ما بنعرفش نظهر. الرحله الطويله دي ما بتعملش تلفيات في هذه القطعه الثمينه؟ هم اكتر حرصا عليها لان هم حريصين جدا ان هي عشان هيبيعوها طبعا ان هي تكون مصانه. ومع ذلك كل القطع الاثريه بعد ما بيتم استردادها اول خطوه بنرجعها او ما ترجع مصر بتخش معامل الترميم، يتم تنظيفها وترميمها والاعتناء بها، ويتم عرضها على لجنه في عندنا في الوزاره اسمها لجنه سيناريوهات المتاحف. كل متحف من عندنا في المتاحف المصريه ليه سيناريو عرض، ويتم اختيار القطع اللي يتم عرضها في المتاحف دي. يعني هقول لسيادتك يعني لكل يعني ولادنا وكل المهتمين، لو حد راح متحف القومي للحضاره المصريه هيلاقي التابوت الذهبي اللي بنرجعينه من متحف المتروبوليتان ده موجود. مفيش زائر من الضيوف المهمين لمصر سواء كانوا رؤساء او وزراء او رؤساء وزراء او اي شخصيات مهمه الا ما بيروح ويتصور مع التابوت الذهب ده، عشان دي بتدي رساله مهمه قوي. ده بالظبط رساله ان مصر ما بتسيبش حقها. مصر ما بتسيبش حقها، واحنا بنجيب مش بنحط في المخازن. مش الفكره عندي فكره الاسترداد، فكره عندي فكره ان انا بدور على معلومه ناقصه في التاريخ عندي بكملها بالقطع اللي انا رجعتها، وفي نفس الوقت بعرض ده عشان يبقى نوع من انواع التحدي. انت بتدير القطع دي في الظلام واحنا بنطلعها للنور تاني ونحطها للناس لكل المهتمين انهم يشوفوا الجهود المصريه في استرداد تاريخهم. يعني ده معنى اخر وراء موضوع استرداد بس الاثار. يعني طبعا الناس متخيله ان الفكره فكره الاسترداد. يعني الفكره طبعا فكره استرداد الحق ده مش شيء مهم، ولكن في نفس الوقت في استراتيجيه ماشيه على ايه؟ لا ده انا بوجه رساله لكل المهتمين في العالم ان انا ما بسيبش اثاري، بوجه رساله ان انا بدور على المعلومه عشان اكمل التاريخ اللي عندي ناقص. كل قطعه ولو كانت بسيطه قوي هي جزء من المعلومه وجزء من التاريخ بتاعي، فانا بكملها في زي البازل كده بالظبط، وجزء من حقوقي وفي نفس الوقت بودي رساله بقول للعالم كله مهما طال الزمن ما تم نهبه سيسترد آجلا أم عاجلا. فدي رسالة لازم توصل لأولادنا الصغيرين، لازم توصل لده أنه يكون عنده فكرة الهدف، فكره عنده فكرة التحدي طبعا. فكرة أنه حاطط أمل قدامه هيوصل له. ده بالمصابرة، المصابرة دي قائمة على فكرة أن أنت عندك استراتيجي ماشي عليها مش ماشي عشوائي، وهي فكرة أن الناس شايفة أن التجربة المصرية الحمد لله كتير من الدول اللي حوالينا والدول المتأثرة اللي عندها نفس المشكلة بتحاول استنساخ التجربة المصرية، لأن ده دليل على نجاح التجربة المصرية في عملية استرداد الآثار طبعا. وزي استرداد أرضنا بما أننا في مناسبات نصر أكتوبر طبعا، يعني دي توازي دي طبعا. استرداد الأرض هي يعني هي شيء طبعا نفخر بيه كلنا، واحنا خصوصا يعني اسمح لي ان انا اوجه التحيه لكل ابطالنا بتاع القوات المسلحه، وتحيه للشعب المصري بانتصارات اكتوبر. ودايما احنا في اكتوبر دايما عندنا الحمد لله هو دايما شهر الانتصارات، ولكن كمان
احنا ده تحدي، ده تحدي مهم قوي. ان انا لما الدول بتشوف الاخرى، الدول الاخرى او اللي عنده حاجه، يعني هقول لسيادتك على حاجه. لما استردينا التابوت الذهب بتاع نجم عنخ الموجود في متحف الحضاره، في المؤتمر الصحفي انا طلعت وقلت، انا بوجه رساله للناس اللي عندها اثار بصريه في العالم كله، لو سمحت ممكن يعني تتواصل معانا بدل ما احنا نجيلك، احنا كده كده هنجيلك، فلما تيجي منك هتبقى احسن. ده بعدها كتير من الـ من الـ يعني من الاماكن تواصلوا معانا من الاشخاص وقالوا ان احنا عايزين نرجع اللي احنا نملكه من عندنا، او اللي جات لابد من ده، لان شاف ان في فكره ان حضرتك عندك خط ماشي عليه، عندك تحدي مش هتسيبه. وانا كان كلمتي واصله، وانا حتى قلت ان دي رساله بوجهها، ان انا حاجتنا مش هنسيب اجلا ام عاجلا، هنسترد ده. هي مش احنا دايما بنقول الوقايه. بما انه واضح انه الموضوع بيبقى كبير جدا لما تخرج هذه القطعه الاثريه في مصر، وهذا المجهود العظيم الحقيقه من متابعه هذه القطعه الاثريه للمفاوضات لعودتها. طب من البدايه هذا الملف، ملف تهريب الاثار، زي احنا بنشتغل عليه كدوله مصريه علشان يعني نقنن هذا او نمنعه، يعني اذا قدرنا ان احنا نعمل ده علشان ما نوصلش لمساله استرجاع الاثار. طيب هو سؤال حضرتك سؤال مهم قوي، وده اللي انا قلت حضرتك في البدايه خالص، فكره الدستور المصري قالت تلتزم الدوله بحمايه الاثار. الحمايه هنا في المجلس الاعلى للاثار اللي هو جزء من وزاره السياحه والاثار قامت بمجهودات عظيمه في المجال ده. منها مثلا ايه؟ بعد 2011 تعرضت كتير للمواقع والمتاحف والمخازن المتحفيه لعمليات تخريب ونهب قطع اثريه، ويمكن طبعا اللي حصل في المتحف المصري بالتحرير في جمعه الغضب. ده دفع المجلس الاعلى للاثار لعمل عمليات حمايه للمواقع الاثريه، بناء الاسوار عشان حمايه المواقع الاثريه، تسجيل كل القطع الاثريه الموجوده في المخازن والمتاحف وجردها بصفه دوريه كل 3 سنين. الجرد ده بيهمنا جدا، لان احنا بنكتشف ايه اللي كان مسروق منه. ثانيا ده التسجيل، تسجيل القطع الاثريه هو اول صق لحمايتها، مجرد ما هي مسجله حتى لو تم تهريبها اقدر ارجعها لان هي مسجله. الحفاظ على حمايه المواقع الاثريه من عمليات الحفر غير الشرعي. عمليه كمان الوعي، احنا بنحاول نوصل الوعي ده. بنروح للمدارس، بنعمل ندوات، بنعمل محاضرات لفكره ان الحفر غير الشرعي في المواقع الاثريه ده شيء خطر جدا. وفي نفس الوقت بدانا نعمل عندنا 3 ادارات بيشتغلوا في مجال الحمايه ده. عندي اداره اسمها اداره المضبوطات الاثريه، ودي اداره بتعمل على ما يتم ضبطه او تداوله من اثار داخل جمهوريه مصر العربيه، داخل حدود جمهوريه مصر العربيه. ثم اداره المنافذ اللي انا اشرف ان انا المشرف عليها حاليا، هي عندنا في كل المواني البريه والبحريه والجويه وحدات اثريه. ده التجربه المصريه مش موجوده في اي مكان تاني في العالم كله. عندنا وحدات اثريه عشان لما يعرض عليها من الجمارك اي شك في اي قطعه اثريه اثناء تهريبها يتم عرضها على اللجنه دي لتاكد من القطعه دي اثريه من عدمه. وده اللي نجحت الاداره فيه في توقيف عمليات كبيره جدا، عدد كبير جدا من القطع الاثريه. ثم ياتي دور الاثار المسترده، لو طلعت بقى القطع الاثريه نقدر نشتغل عليها. فالحمايه حمايه ثلاثيه زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت احنا ما سيبناش ده كمان، احنا بنعمل مؤتمرات دوليه، بنعمل ندوات، بنشارك مع اليونسكو وكل الجهات المعنيه سواء الاليكسو او الاسيسكو، كل المنظمات العالميه، منظمه المتاحف العالميه، للتوعيه بخطوره الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه. طب تحت البند بتاع الحمايه ده يا استاذ شعبان، هل يحق او نعمل ايه مع مواطن عادي شاكك ان في حد في تهريب، عمليه حفر او في تهريب او حاجه كده، وبيبلغ، يبلغ مين؟ وهل لي مكافأة على ده ولا لا؟ فكرة عشان ما نخوفهمش يعني. لا، احنا عندنا الوقت الدولة ماشية بفكرة مكافحة الفساد ومكافحة الشفافية ونشر الشفافية في كل حاجة. فالشفافية احنا عندنا وزارة السياحة والآثار عندها بوابة على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت، فيها مكان تليفونات للإبلاغ، وفيه كمان تليفونات وإيميلات للإدارة عندنا لو حد عايز يبلغ، وعندنا فكرة حماية الشهود لو هو عايز خايف أو قلقان من حاجة دي بنعملها. طب لو حد قدم قطع أثرية، القانون الآثار واللائحة التنفيذية بتقول يحق للدولة أو للمجلس الأعلى للآثار
يعني صرف مكافأة لمن يسلم قطع أثرية، وتقوم اللجنة الدائمة للآثار المصرية أو للآثار الإسلامية بتحديد قيمة المكافأة دي. فده جزء موجود رائع. وتم. لو حضراتكم متابعين هتلاقوا مثلا على صفحة الوزارة، وزارة السياحة والآثار، في مواطن من الإسماعيلية قام بتسليم لوحة حجرية لقاها في الأرض عنده وتم تسليمه مكافأة. وعظيم مسألة الإشادة بيه علشان طبعًا الناس طبعًا تشوف أول حاجة، ما تخافش لأنه الناس كتير ممكن يكون الموضوع ده بالنسبة لها ماليش دعوة، يعني ده موضوع كبير وموضوع صعب أخاف أدخل فيه، مش يعني وطنيتها مش قليلة، لكن تخاف من الموضوع. هي فكرة القلق دايما، احنا بنحاول نوصل الرسالة دي من فكرة ان احنا سيادة الوزير قبل المواطن ده تم بعد غير المكافأة شهادة تقدير ليه واحتفاء بيه عشان يكون نموذج. صح. يعني هقول لسيادتك على حاجة، انا قصة حصلت في 2017، مواطن مصري عايش في فرنسا معاه الجنسية المصرية متزوج فرنسية، ولما خلف حماه أهداله ماسك مذهل، فهو الراجل تواصل معنا وقال يا جماعة أنا شاكك، أنا ده جزء من تاريخ مصر فأنا عايز أرجعه مصر. فتم استقباله في المتحف المصري وتم تسليم الماسك وتم يعني الترحيب بيه جدا. ودايما أنا حتى في كل محاضراتي أو لقاءاتي دايما بشكر كل المواطنين اللي كده عشان نقول دي نماذج مشرفة. صحيح. مفروض أن احنا نحتذي كلنا بيها. صح. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ شعبان عبد الجواد مدير الاداره العامه لاسترجاع الاثار، ونورتنا واسعدتنا، والحديث عن استرجاع الاثار المصريه حديث مثمر ومبهج وبيدينا كتير من الامل، ويعني بالحديث عن انتصارات اكتوبر مساله استرداد الاثار واسترداد الارض عزيمة مصرية خالصة مستمرة الحقيقة، وإرادة مصرية مستمرة دايما في مسألة أنه نرجع حقنا، وده شيء مهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا وشرفتنا. شكرا، أنا اتشرفت بحضرتك. ربنا نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل حلقة.